رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي نوه بمواقف الرياضيين الجزائريين الداعمة للمصلحة العليا للجزائر ومساهمتهم في كشف سياسات وتلاعبات بعض الأطراف المعادية للجزائر على مستوى الهيئات الرياضية الإقليمية والعالمية. نسجل بفخر واعتزاز مواقف رياضيين في مناسبات عديدة أين دافعوا عن سمعة الجزائر وشغفوا الألوان الوطنية وساهموا في كشف وفضح بعض السياسات التي تجانب الحق والعدل. ويعتبر دور الدبلوماسية الرياضية محوريا للدفاع عن مواقف الجزائر على مستوى الهيئات وفرض احترام القانون، وهي مواقف تثبت ارتباطهم بقضايا الأمة وتتناغم مع مختلف مكونات الشعب الجزائري وتوجهات الدبلوماسية الجزائرية التي تشكل أو التي تتشكل في ظل حاضنة شعبية دفاعاً عن خيارات الاستراتيجية للوطن. ويأتي هذا النشاط في وقت تتعرض الأندية الجزائرية والمنتخبات الوطنية إلى ظلم الهيئات المختطفة في ظل غياب شبه كلي للجزائريين على مستوى نفس هذه الهيئات.